متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء مرة أخرى، ودائما مع الاحتفالات ديال الجمعية المغربية بعد الفوز والأداء والتأهل اليوم اللي كان على حساب كندا بعد ما تفوقنا في المقابلة الفايتة على الثاني عالميا. فاليوم كنأكدوا التصدر ديال المجموعة، الشيء اللي خلى إذا الاحتفالية هي متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا. هي احتفالية ديال الجماهير المغربية دائما معكم متابعينا الكرام وأجواء الفرحة والاحتفالات. كل مغاربة أكيد هم فرحانين بهذا التفوق وبهذا التأهل، فبجميع مدننا وكذلك حتى الجالية المغربية خارج الوطن فهم كيحتفلوا جميع بقاع العالم بهذا التأهل. فمرة أخرى مبروك علينا ومبروك على الجماهير المغربية ومبروك على جميع الأمة العربية. أكيد فالدعوات ديال العرب كلهم كانوا معنا اليوم. جميع انحاء المملكه المغربيه متابعينا الكرام، وكيف ما قلنا جميع بقاع العالم كل مغاربه يحتفلون بهذا الانجاز التاريخي لذوك الرجال اللي خلقوه داخل ربعه الميدان. ستاف كامل كله تبارك الله عليهم، فرحوا الشعب المغربي كلهم. اكيد القتاليه ديال اللاعبين وكذلك المسانده ديال الجماهير المغربيه اللي عطات واحد